طاطم بقى اللي الدوله رهنت عليه واحنا في الاعلام راهنا عليه، عمل ايه؟ بصراحه المواطن محدش يزعل يعني، المواطن خلانا نخسر الرهان وخذلنا في هذا الامر. لكن النهارده جاي النهارده خايف، ما كانش خايف امبارح وكان بيجابه كلام الدوله بتصرفات وسلوكيات كانت مستفزه للجميع. اهو ادي السلوكيات بتاعت الناس، سمعني يا وليد، ادي السلوكيات. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم، مش على اكبر، الله اكبر على ايه؟ الله اكبر عليكم لانكم انتوا، انا اسف جدا يعني، دول خدوا كلام الدوله وخدوا تحذيراتنا على ان احنا بنقول اي كلام، ما كانش اي كلام، طالعين بيقولوا بيواجهوا كورونا بالله اكبر في كل وقت وفي كل حين، الله اكبر في كل مكان وفي كل زمان. لا، انتوا الدوله قالت محدش ينزل، محدش يقعد في تجمعات، وكانهم بيتحدوا انفسهم وبيتحدوا الدوله. ادي كان وعي المواطن اللي احنا راهنا عليه. فر غيره يا وليد. ادي وعي المواطن، ادي وعي المواطن اللي احنا قلنا عليه. ادي الصور اهو، شوفوا الناس دي ايه، ده ايه اللي موجود، ايه الكلام اللي قدام ده، كان هو ده العتبه والاماكن دي، ده كان ده تجاوب المواطن، هو ده تجاوب المواطن. واحد هيجي يقول لك شفت الراجل ابن كذا وكذا بيقول ايه، بيقول المواطنين اللي غلطانين وانتوا اللي محقوقين. اه المواطنين غلطانين لانهم لم ينتبهوا الى تحذيرات الدوله. يقول لي طب الدوله سابتهم ليه؟ الدوله كانت بتعمل حظر لغايه الساعه كذا، الدوله كانت بتحاول تخلي الناس في اكل عيشها ومعيشها، الدوله بتحاول توازن ما بين الخراب الصحي والخراب الاقتصادي، الدوله كانت بتشتغل. انا مش بدافع عن الدوله، انا بشرح وبشرح موقف ومشهد قدامي. ده كان دور المواطن، ده كان دور المواطن. ده في ناس، ده في العيد في ناس راح تصلي العيد، انت بتزيد على مين؟ اهو اهو بتزيد على مين؟ بتزيد على مين؟ انت بتزيد على ربنا؟ هل ربنا هيتقبل منك الصلاه دي وانت بتضر كل هؤلاء؟ كم واحد مات؟ كم واحد مات؟ كم واحد اتعدى؟ ما علينا، الموضوع مش عايز اجيبه في كذا ولا في كذا، سلوكيات المصريين، سلوكيات اهالينا اهو، سلوكيات اهالينا يا جماعه، سلوكيات كانت خاطئه، تقديرات للموقف خاطئه. انا اعرف ناس والله، ناس من قرايبي وغيره يقول لك يا عم ده كورونا دي اي كلام. اسمع واحد تاني مسؤول، مسؤول في المحليات يقول والله ده يا جماعه ده شكلها موضوع سياسي. ايه يا جماعه، في ايه؟ فيه ايه؟ وفي الاخر دلوقتي الناس خافت لما شافوا اليقين قدامهم. كل واحد زمان كان مفكر الكورونا دي عند الاخرين مش عندي، دي بتصيب الاخرين، دي وباء لا يصيبني، بيصيب كل الناس اللي عليا ويجي عندي بيقف، لغايه اما كل واحد فينا لقى حد في عيلته، حد زميله، كل يوم الفيسبوك ناس بتموت، بيموتوا من فين؟ بيموتوا من ايه؟ كله بدا يخاف، يقول لك الدوله الدوله الدوله، الدوله قالت في الاول، ورغم ذلك الدوله مسيطره على الموقف، والدوله بتقول وتناشد الناس انتبهوا انتبهوا. عايزين حاجه من اتنين، يخرب بيوت الناس يموتوا من الجوع لان احنا اقتصادنا زي ما انتم شايفين لولا ستر ربنا كنا ضعنا، وفي نفس الوقت عايزين نحافظ على صحه الناس، وده بنشوفه في اكتر من مره. الرئيس كان بينزل اربع خمس مرات ينزل في مواقع العمل والانتاج والانشاءات ويقول للناس خدوا بالكم، البسوا، روحوا، اعملوا، وبيتعامل بشده حقيقيه، شده واحد مسؤول حاسس بالناس. اما الراجل ده يتعب، اما الراجل ده يموت من الجوع، نعمل ايه؟ نوازن. ده كان دور الدوله بتقول.